ايمن اشرف، وانا شايفه من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في ماتش المغرب، مش عشان حاجه، ولكن بعد ضربه الجزاء اللي هو اتسبب فيها تحس ان هو عمل كامباك للجيم، يعني رجع بسرعه جدا للجيم نفسيا يعني انت وبدنيا. تتوقع انه يلعب ايمن اشرف سيرد باك؟ يبقى موجود ايمن ايمن اشرف وعبد المنعم، وعبد ولا المنعم؟ يلعب الونش؟ لا، انا اتوقع ايمن اشرف. ما انا بس هقول ايمن لك، اشرف قصير، ما انا هقول لك يا كابتن، وانت عندك في زنتي ابو بكر ده والتاني ده دي خلي بالك، بكامبي ده، ولا الاثنين وخلي دول بالك جايبين يا 11 جون طوال كابتن اسلام، وضربات راس غير ولا طبيعيه. وفي نقطه طب بتعتمد هما كمان على الكره اما العرضيه. تخلص طيب. طب اتفضل اتفضل اتفضل. لا ما اقصدش، لا علشان لا بس اتفضل. بص يا كابتن خالد، حلو قوي السؤال ده، لان انا نفسي اتكلم في الموضوع ده من زمان جدا. التدريب يا كابتن خالد غير الاستوديو التحليلي، هو اللي حضرتك بتقوله ده بقى التدريب، اللي هو ايه التدريب؟ انك قبل ما بتحط لعيب ممكن يكون لعيب كويس جدا، بس بتبص طيب ظروف المباراه تستدعي اللعيب ده ولا لا، هو ده التدريب. لكن ان احنا نقعد في استوديو تحليلي واقول لك يلعب او ما يلعبش من غير ما مرن، لا ده مش يعني مش مظبوط. طب تعال نشوف الونش، انت بتقول الونش هي مدارس، صحيح. طيب ال 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 الونش لعب كام مباراه في البطوله؟ هو المباراتين المباراة الاولين اللي باين فاتت بس، ما الونش ما لعبش مباراة غير في الدور التمهيدي، ساحل العاج ما لعبش، ساحل العاج وما لعبش مغرب، المغرب المغرب بس، المغرب ولعب كل ماتشات الأندية. بالظبط كده، وهو لعب ايمن اشرف في الحته ديت، لعب في الحتة دي الشوط الثاني في الماتش المغرب المغرب. المغرب فهو دلوقتي ممكن، وانا بحط ايمن اشرف طيب زي ما مصطفى قال وزي ما انت قلت، ان وحط المنتخب محمود علاء على فكرة الماتش اللي فات كمان، المنتخب السنغالي بيلعب الكور الطويله، او يبقى ممكن استبعد كاميروني. الكاميروني، استبعد ايمن اشرف وابدا ادخل الونش، او ادخل اللي بيجيد ضربات اللعب الرأس بالضربات محمود الراس، علاء برضه بيجيد. محمود والونش طب موجودين. انت تتوقع ايه؟ محمود اتوقع يبقى الونش الونش ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد وعمر المنعم كمال و... وفتوح. طب وبالنسبه لابو جبل، لو هو بيقول لك عنده اصرار انه يلعب وكده، هل هلعب محمد بص صبحي؟ بص بص يا كابتن خالد، هي مدارس، انا من مدرسه اللعيب البيرفكت 100% يلعب محمد صبحي يعني، ايا كان حتى لو مين ما هو، عندوش خبرات، ايا حتى لو كان مين هو. ما هو بص يا كابتن، انت لما بتلعب لعيب مصاب وخصوصا مركز حراسه المرمى، انت بتبقى كمدرب قلقان وكلعيب في الملعب قلقان، وممكن انت في ثانيه. جاهز. وعلى فكره حصلت معانا قبل كده، انا فاكر احنا كنا بنلعب السنغال في مصر ولعبنا الشناوي وهو متعور تمام، وخد حقنه، طلع في كوره كده، فاكر الكلام ده في 2014، طلع في كوره كده غلط، فاللعيب ده لعبها بدماغه وراح متغير، تمام، وكان واخد حقن وكان مصاب قبليها، وكنا عايزينه يلعب باي مشكلة طريقه، انا فاكر. مشكلة مشكلة نيجي لنص الملعب، اظن مش هيبقى في تغيير، حمدي فتحي اظن راجع ان شاء الله، هيبقى النني والسوليه وحمدي وقدام زي ما وفتحي. هي ما انا قلت لك يا خالد، يعني استقرار. التغيير الكتير في الماتشات القريبه ديت مش مظبوط، وخصوصا ان اللي لعب خلاص خد حساسيه المباراه، يعني هتتكلم على مشموش وعلى مرموش مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح، لعبوا الخمس ماتشات او الست ماتشات. انت بتقطع جناح عشان مشموش؟ مش اصلا انت عارف الكابتن مدحت شلبي في ماتش ليبيا، حارس حارس مرمى حارس مرمى ليبيا اسمه نشنوش، ايوه، وعمر مرموش هو اللي جاب الجول، فقال لك مرموش جاب جون في ابن نشنوش، ابن مرموش جاب جون في نشنوش. كابتن مدحت دمه خفيف جدا.